وبعدين بين العربيتين بنته وقعت، راح واقع وراح مغطي نفسه ونسي رجله. طيب هنشوف التقرير عشان اللي ما شافش يشوف معانا الأب، وبعدين حصل تطور في الحاجة بعد إزاحة الحلقة، إيه اللي حصل له؟ عمل عملية تانية ولا إيه؟ ربنا يكون في عونه. وتحيل كل واحد مخلص وجدع، ده الأب ده المصري ده الجدع. دي الأخبار مش هقول عليها سلبية ومش عارف حوادث إيه، ده الخبر الإيجابي الحلو. تعالوا نعيش معاه. في الاستوديو التضحية، الحكاية اللي محدش ممكن يتخيلها، الراجل اللي كان بيجري دلوقتي حاله عامل ايه، ولكن عشان خاطر بنته. بنتكلم على اشياء كثيرة، ولكن يتبقى هذه الصورة اللي بنقدمها، ازاي نساعدهم، ازاي نساعدهم، ازاي اذا كان البنت عندها اصابة او الاب لسه عنده مشاكل صحية غير بتر قدميه، ممكن نعمل معي. محمد بقول لك الحمد لله على السلامة، والحمد لله ربنا نجاك. الله يسلمك يا استاذ طارق، والحمد والشكر لله اولا ثم للناس اللي وقفت جنب كلهم بعد كده، والمستشفى اللي كنت بتعالج فيها، والحمد لله رب العالمين. انت يا قمر ازاي؟ الحمد لله. احكي لي ايه اللي حصل؟ بس افتكري ولا بلاش؟ بلاش. ها انت كويسه دلوقتي؟ في عندك ايه؟ في وجع هنا؟ في حاجه؟ ايه اللي حصل لها؟ رجليها عاملين لها عملية تثبيت وراكب جهاز في رجليها، وتقريبا يعني بعد كم يوم هنعمل لها أشعة عشان نشوف العملية رجليها العظم بتاع رجليها لم ولا لا، وعاملين لها عملية ترقية. اسمك ايه؟ علاء محمد مكور محمد يوسف. عندك كام سنة؟ 8. طب احنا بنتكلم كده في الموضوع، عاوز اعرف بداية الموضوع، القصة بدأت ازاي؟ دلوقتي انت كنت مسافر، انت كنت على شيط القطر؟ الزقازيق. كنت مسافر في الزقازيق بدفع قسط بتاع شقه لواحد زميلي، وجبت شويه طلبات لآلاء كنت قاعد فيها معاه في المحطه، ورجعنا فضلنا مستني القطر، كانت بتلعب على الرصيف وبتاع. جينا قبل القطر ما يجي بحاجه بسيطه ماسكه في ايدي، فحصل لي زي نظام دوخه او هبوط حد في الدوره الدمويه. والقطر داخل على المحطه يعني داخل على الرصيف وخليه بعيد؟ ده كان هيمشي وهيسحب. كان واقف القطر؟ كان هيمشي هو ويسحب، وسحب فعلا. انت واقف على الرصيف ولا راكب القطر؟ لا انا نزلت ما بين العربيات القطر. انت دلوقتي على الرصيف اهو، معاك بنتك؟ معايا بنتي. القطر جه؟ مفيش حاجه لغايه دلوقتي. وبعدين؟ بعدين ركبنا القطر. جه وركبت؟ كويس. وقعت مني في ما بين عربيات القطر، بين العربيه والرصيف. والعربيه الثانيه؟ لا بين العربيتين. البنت جالها اصابه ايه بقى؟ البنت كان عندها تهتك في رجليها، عملوا لها عمليه تثبيت بالجهاز وبالشرايح ومسامير، وقالوا بعد شهر نعمل لها اشعه لان احتمال يكون في عمليه بعد كده تاني. بس ما عندهاش حاله عصبيه ولا حاجه؟ لا لا الحمد لله. زي القمر. ايه فاكره انت اللي حصل ولا نسيه بقى؟ صح؟ حلوه الابتسامه دي. لما حصل كده اتشهدت ونمت؟ الحمد لله. هو الحمد لله وربنا كتب له عمر جديد، وبعدين بمساعدة الناس اللي كانوا وقفت جنبي يعني، والحمد لله رب العالمين ربنا أكرمني وكتب له عمر جديد الحمد لله. تفتكر اللحظات دي ولا بتنساها؟ أكيد أكيد أنا بتجي لحظات كده بفتكر. طب قول لي أنت محتاج، قول لي 1 2 3 محتاج إيه؟ أول حاجة العملية. العملية وإن ربنا يكرمني وبنتي تخف. عملية برضو بنتك محتاجة عملية؟ وهي احتمال يكون في عملية يعني بعد مرور شهر الإشعة هتبان إن هيكون في عملية أو لا. محتاج إيه تاني؟ محتاج الستر بتاع ربنا بقى، باب رزق، أكل عيش يعني. بتشتغل إيه؟ أنا شغال في شركة في العيش من رمضان. شركة قطاع خاص. عملوا إيه معاك بعد الحادثة؟ وقفوا معايا وعملوا معايا كل اللي المفروض يتعمل، وزمايلي قاموا معايا بالواجب، والناس الغريبة قامت معايا بالواجب. بشكر كل. هيدوك المرتب هيستمر ولا هيقول لك إيه بقى؟ بس بيقل يعني، بيقل بنسبة 25% كل شهر.
ايه القمر دي وايه الحلاوه دي؟ ربنا يشفي محمد من الشرقيه. محمد معانا على الهاتف بعد ما زعنا الحلقه، احنا كنا عايزين نكلمه الحلقه اللي فاتت لكن عرفت ان هو في تطور في حالته الصحيه. يا محمد اهلا بيك وكل سنه وانت طيب. الله يخليك. اولا عيد اضحى مبارك كده وربنا يكرمك، والحمد لله على سلامتك مره ثانيه وثالثه. الله يصلح حضرتك وكل عام والمصريين كلهم والمسلمين والامه الاسلاميه كلها بخير. ربنا يكرمك. قول لي ايه اللي حصل بعد اذاعه الحلقه؟ عايزك تسمعني من التليفون، مش وطي التلفزيون، خليك معايا على الموبايل بتاعك. اتفضل. الحمد لله، هو كان عندي عمليه ترقيع في رجلي الشمال. تمام. عملت العمليه ولسه في العلاج وباخد الادويه لحد دلوقتي، لسه تعبان برضه. انت خرجت من المستشفى في البيت ولا لسه في المستشفى؟ لا انا في البيت، في البيت بقالي اسبوع. ولسه ليك عمليه ثانيه؟ لسه ليه عمليه بعد زي ده ان شاء الله. ان شاء الله ربنا ينجيك ويكرمك. طبعا قصتك ناس كتيره تاثروا بيها، قول لي يعني اكيد جات لك مكالمات كتيره، اللي عاوز تذكره ايه بعد ما طلعنا رقم تليفونك الحلقه اللي فاتت؟ والله انا بشكر الناس كلها اللي اتصلت عليا، في اللي رفع مخه المعنويه واتصل علي عشان يطمن عليا انا والاء. وفي اللي قام بالمساعده الماليه، والناس كلها الحمد لله قامت معايا بالواجب واكثر كمان. فانا بشكر المصريين كلهم اصحاب الواجب واصحاب المروءه وكل الناس اللي بتتصل عليا من بره مصر ومن جوه مصر. الحمد لله الحمد لله. انا بطلع رقم تليفون محمد، خليك معايا محمد، دي واحده 012-040-92-416 012-040-92-416. النهارده كان في اتصال هاتفي مع النجم الكبير الفنان محمد صبحي، وكان هو حاول يكلمنا في الحلقه اللي فاتت عشان يسلم على محمد ويقول له كل سنه وانت طيب ويقول له كلمه جميله من قلبه كعادته معانا في برنامج هو ده. الفنان الكبير محمد صبحي اهلا بيك وكل سنه وانت طيب. اهلا وسهلا استاذ طارق، كل سنه وانت طيب وعيد سعيد عليك وعلى المسلمين والمسلمين والعرب كلهم. مبسوط قوي ان محمد معاك على التليفون، لان انا حاولت الحقيقه خدت النمره من على الشاشه وحاولت اكلمه بس يظهر كان نام بقى. ما لا عمل عمليه، عمل عمليه معلش. الف سلام عليه. بس انا عايز اقول ان هو ممكن يكون خسر حاجه، بس كسب حاجات كتير قوي واولها بنته. ان هذا الاب اللي يعني ده ضرب مثل حقيقي في التضحية من أجل بنته. فعلا ده فعلا لازم نشيله كلنا على رأسنا، لأن هو ده الأب، هو دي الأسرة. ولازم يعرف إن هو مش لوحده، إن إحنا كلنا معاه ومع اللي زيه اللي بيثبتوا أصالة هذا الشعب مش بالشعارات. صح. لا دي أحداث حقيقية ولازم نحتفل بيها، وبنقول له أنا بقول له يعني ربنا أكيد مدخل جوه قلبك الصبر وانك نفسيا. انا لقيته حتى في الحلقه اللي فاتت يا استاذ طارق ان هو نفسيا في رجوع نفسي رغم ما حدث، وده شيء جميل جدا. انا بس عايز اقول حاجه مش عارف، مش عايز اقولها على الهوا يعني، بس انا يعني اتمنى ان الاء كل مصاريف دراستها ومدرستها وكل ما تحتاجه للمدرسه، اتمنى اني اشعر انها بنتي وبساعدها. طب انا يعني محمد معانا على الهاتف الناحيه الثانيه، بس ارجو من حضرتك انه يجي لك في العيد، ايه رايك؟ انت مش عندك العرض المسرحي في العيد ان شاء الله؟ يوم 16، يوم 16 يوم الجمعه 16 طبعا. انا جدا واحتفي بيه ويحضر العرض هو واسرته، واحجز له من دلوقتي. خلاص مع عم محمد من الشرقيه. محمد اهلا بيك. السبت يعني يا الجمعه يا السبت؟ شوف محمد انت معايا على الهوا، سامع دعوه الفنان محمد صبحي وكمان دعوته انه هيساهم معاك في انه يقدم ورده هديه لالاء محمد، البنت اللي شافت الموت بعينيها، اللي وقعت ما بين عربتين القطر والاب رمى نفسه ونسي رجله فالقطر قطع رجل الراجل، ولكن ربنا مد في عمره وكل المصريين حواليه. عم محمد انت معايا؟ معاك يا استاذ طارق، معاك كلم الفنان محمد صبحي واشكره وشوف لو عايز تساله تقول له حاجه يعني. تحياتي للاستاذ محمد صبحي وكل عام هو طيب والمصريين والشعب المصري والاسلام كله بخير. انت طيب يا حبيبي وشد حيلك وان شاء الله تقوم بسلامه
وانا بدعوك انت واسرتك يعني لما تقدر باذن الله استقبلك. وانا نفسي الاء تتعلم احسن تعليم واحسن ظروف نحطها فيها علميا واتابعها معاك بكل اللي تحتاجه ان شاء الله. استاذ محمد وده شرف ليا والله ومقابل حضرتك لوحدها فايق. ربنا يخليك يا محمد اشكرك جدا يا حبيبي. الله يخليك يا استاذ محمد. الله يخليك الفنان الكبير محمد صبحي. انا بشكرك معانا والله. انا بقى مش عارف اقول لك ايه انت بتعمل اصلك حاجه بتنور لنا بتحط سبوت على الناس اللي تستحق. تمام. لان احنا مشكلتنا في هذا الزمن ان تصدق من يستحق. حلو قوي الكلمه دي ان تصدق من يستحق. وانتوا اللي بتدلونا عليهم بصراحه يعني. وانا برضه عاوز اقول لحضرتك اوضح ليك والمشاهدين احنا ما عندناش جهه تلقي اموال او تبرعات او دعم. صحيح. فبنطلع رقم الحاله لان انا من زمان ما بحبش ده. فانت حضرتك النهارده انت بكلمك فبتقول لي على ده فيعني برضه عشان المشاهدين بنطلع رقم الحاله. وبرضه بضع حضرتك وكل المشاهدين عندنا الحلقه القادمه الخميس القادم مفاجاه انسانيه كبيره. عندنا في اتنين من عندهم كف البصر. الاولاني عنده كف بصر ومتفوق في جامعه الازهر لكن اخوه الصغير عنده لا يسمع لا يرى لا يتكلم. عارف حضرتك قصه هيلين كيلر؟ لا يسمع لا يرى لا يتكلم لكن بيصلي بطريقته وبيقرا قران بطريقته سبحان الله بالفطره كده يعني. فبرضه حضرتك تبقى معانا الخميس الجاي نشوفها. هتابع الحلقه. انا بشكر حضرتك وبشكر كل المشاهدين. بشكرك. بشكر عم محمد من الشرقيه قدمنا حالتك دلوقتي وده حال صابرين يا جماعه. احنا في بلدنا ساعات السوشيال ميديا بتخلي لما تخش عليها تحس ان مفيش حب مفيش تضحيه مفيش جدعنه. لا فيه.